بمشاركة 70 طفلا وشابا أقامت الجمعية السورية لمرضى النعور فعالية بعنوان معا لنبقى، بهدف دعم مرضى النعور والتعريف بمواهب الأطفال والشباب، وذلك في المركز الثقافي بالمزة. عندنا جزئين لهذا النشاط، هذا المعرض اللي هلأ نحن فيه هو معرض رسوم للأطفال وأهاليهم طبعا، وأشغال يدوية متنوعة، إكسسوار، صوف، إطارات وتحف بسيطة، وفوق في هلا بعد ساعة عنا كورال موج الياسمين، عرض فني بتدريب الأستاذ سليمان حرفوش. طبعا كورال خاص بالجمعية له سنتين وهي الثالثة، هذا ثالث عرض له. عنا صار 45 مشارك بالكورال من أطفال المرضى، أخواتهم مانو المرضى وأهاليهم، هي أول كورال بيدمج الأهل مع أطفالهم. الهدف من هاي الفعالية تذكير الناس بمرضى النعور، تذكيرهم، إيصال حاجتنا بالدواء وبالعناية بطريقة مختلفة عن الشكوى، عن النقد السلبي. حبينا نعبر عن ألم هدول الفئة من المرضى ومعاناتهم المضاعفة ببلدنا، غير معاناة المواطن العادي بظل الظروف الصعبة، بطريقة فنية، بطريقة مختلفة. هذا اليوم هو بمناسبة اليوم العالمي للنعور، هو يصادف ل 17 نيسان، لكن للأسف بسبب كورونا تم تأجيل الاحتفالية لعدة مرات. توجناها اليوم بأنه قدرنا ننجز هذا العمل. كان في مبارح يوم اسمه اليوم المفتوح أو Open Day، كان بساحة عرنوس. الهدف منه كان توعية الأهالي وتوعية الأشخاص اللي ما بيعرفوا المرض حتى يتعرفوا عليه، لأنه أطفالنا ممكن أحيانا يواجهوا صعوبات ضمن المدارس، ضمن المجتمع، فالمجتمع مكفل أو ضروري أنه يتعرف على هيك أمراض حتى يقدر يتعامل مع الأشخاص بالشكل السليم. اليوم الثاني اللي هو اختتام نشاط اليوم العالمي للنعور، حيكون في عنا مثل ما شفتوا هون، كان في عنا معرض لأشغال الأطفال، سواء كان رسومات، سواء كان أشغال يدوية، أو سواء كان صناعة إكسسوارات. هذا كله كان بإنتاجهم على مدى شهور. طبعا كان هذا العمل. الفعالية تضمنت غناء لكورال موج الياسمين ومعرض رسم وأعمال يدوية بعنوان قوس قزح، وذلك بهدف إظهار مواهب الأطفال وإشراكهم مع أسرهم بفعاليات ثقافية اجتماعية وإظهار مقدرتهم على تحدي المرض. نحن عاملين فعالية ليثبتوا وجودهم بالمجتمع، يثبتوا وجودهم بالمجتمع وإنه المرض ما له أبداً أي حاجز لحتى يتقدموا بهالحياة. منا يعني لوحاتهم، رسمهم، شغلات اليدوية اللي بيشتغلوها، وإن شاء الله من هون ليكبروا بيعملوا شغلات كتير كبيرة. هاي رسماتي أنا، نسر حامل عجناحه مدينة، يعني الهم كبير بالقلب، وبتمنى كتير إنه يتوفر الدواء بالمشفى. أحياناً بنوجع بالليل وما بلاقي دواء، وأحياناً بضيع مسكنات وما بتسكن. وحبيت أرجع شوي كمان للطفولة، رسمت رسومات متحركة وهي الشغلات، طبيعة. أنا كتير بحب السباحة والطبيعة كتير. هاي رسمة عن المدينة وهيك إنه كيف العالم كانت تشتغل أيام زمان وهيك، وهاي رسمة إنه عن الحرب، جيش وهيك، وهاي رسمة طبيعة عادي، وهاي رسمة بيوت فوق بعض. النعور مرض وراثي ونادر، ينزف المصابون به لوقت أطول من الأشخاص الطبيعيين، ويصاب به الذكور بشكل أكبر، ويحتفل باليوم العالمي للنعور في 17 نيسان من كل عام.